عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله وهو هذا الشكل، هذا الكروشي، وكيف ما لاحظتوا على الصورة في الفيديو وشكل زوين، عفوا لاحظتوا. وإن شاء الله في الدرس المقبل غادي نوريكم هذا الدرس هذا، وإلى الملتقى. اول حاجه تنديروا كما العاده عقده البدايه، وانا هنايا تنخدم بالحرير على اربعه الشعرات. من وراء عقده البدايه غادي ندير الدائره السحريه، لاحظتوا من بعد غادي نرتفع بثلاثه سلسلات اللي تيلعبوا لي دائما دور العمود ولا دور الارتفاعات. من بعد تندير جوج اعمده، لاحظوا جوج اعمده من بعد سلسلتين وندير ثلاثه الاعمده. على هنا درت جوج اعمده لان داك ثلاثه السلسلات اللي درت وهما لعبوا لي دور العمود، لاحظتوا. هذا الثاني دابا غادي نزيد العمود الثالث، صافي. من بعد تنغلق هاد الدائره هادي، من بعد تندير ثلاثه سلسلات وغادي ندور العمل، لاحظتوا مزيان. هنايا فوق كل عمود غادي نخدم، لاحظوا فوق كل عمود غادي نخدم عمود، يعني عندي هنايا ثلاثة الأعمدة، نخدم ثلاثة الأعمدة، واحد، جوج، ثلاثة، لاحظتوا. وفي هاد السلسلة اللي عندي هنايا غادي نخدم فيها ثاني ستة الأعمدة، ست الأعمدة غادي نخدم ثلاثة وندير سلسلتين ونزيد ثلاثة، تعطيني ستة. ها ثلاثة نخدم سلسلتين، لاحظتوا. من بعد غادي نخدم ثلاثة، انا كملت. ثاني غادي ندير ثلاثه سلسلات وغادي ندور العمل نفس الشيء. غادي نجي لاحظوا هنايا، يعني في هاد الجهه ما تنزيدش، تنخلي ثلاثه الاعمده. غادي نجي لهذا الفراغ هذا غادي نخدم فيه سته الاعمده كما العاده، ثلاثه سلسلتين وثلاثه. هما ثلاثة، نخدم سلسلتين ونعاود نخدم ثلاثة، ثلاثة الأعمدة. لاحظتوا ثاني هنايا فوق كل عمود غادي نخدم عمود، يعني هاد زيادة الأعمدة هنايا يعني تتكون في جهة وحدة. نبقى غدا على هاد المنوال، لاحظتوا هنايا عندي ثلاثة، هنا رجعوا ستة، هنا إلا حسبنا غادي نلقاو تسعود، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، يعني الحساب هو هداك. تاني غادي نرتفعو بثلاثة سلسلات، ندور العمل، فوق كل عمود غادي نخدم عمود.
ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. المهم فوق كل عمود غادي نخدم عمود بلا ما نبقى نحسب، خاصني نحاول ما نفوت حتى عمود. انا وصلت الثاني، لاحظوا انا وصلت الثاني لهذا الفراغ، هذا لهذه السلسلتين. لاحظوا غادي نخدم 6 الأعمدة، ها جوج، ثلاثة، ندير سلسلتين ونعاود نخدم ثلاثة، واحد، جوج، ثلاثة. لاحظتوا دابا شنو غادي ندير؟ تاني كيما العادة غادي نطلع بثلاثة، لاحظوا غنطلع بثلاثة سلسلات، غندور العمل وغادي نجي لهنايا غادي نخدم 6 الأعمدة، هاهما ثلاثة. غادي نخدم سلسلتين ونعاود نخدم ثلاثة، لحد هنا. هنايا غادي نبدا بالزواقة، يعني غادي نخدم ثلاثة سلسلات كما لاحظتوا، غادي ندور العمل، غادي نجي لهنايا غادي نخدم ثاني 6 الأعمدة، نخدم 6 الأعمدة، واحد، جوج، ثلاثة، ندير سلسلتين كما العادة ونكمل ثلاثة الأخرين، واحد، جوج، ثلاثة. لاحظتوا من بعد غادي ندير 3 سلسلات وغادي ندور العمل، غادي نجي تاني لهاد الفراغ فين خدمت سلسلتين غادي نخدم تاني 6، هاد 3 غادي نخدم سلسلتين ونعاود نخدم 3، عفوا نخدم 3، واحد، جوج، ثلاثة. لاحظتوا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهاد الفراغ، هاد السلسله، 3 السلسلات اللي عندي هنا غادي نخدم فيهم 9 ديال الأعمدة. لاحظتوا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. لاحظوا واني قبل غادي نخدم 3 وغادي ندير سلسلة، يعني ما بين 3 و 3 غادي نفرقهم بسلسلة، ها واحد، هنا جوج، ها ثلاثة، ندير سلسلة ونجي تاني نخدم 3 اللي بقاولي، لي هما 9، لاحظتو تنثبت العمل في الجهة الأخرى، يعني واحد، وغادي نزيدو يعني دور الارتفاع، خاصة نضربو 3 ضربات،
ولكن ممكن من الاحسن ديروا غرزه منزلقه تجي احسن. لاحظوا من بعد تندور العمل، لاحظوا اش نمشي ندير، تنجي ما بين هادو المهم هاد الثلاثه الاولين، هاد البلاصه فين خلينا سلسلتين سلسله عفوا، تنخدم السد العمود الاول ثم الثاني والثالث. لاحظتوا من بعد تندير سلسله وحده ونزيد ثلاثه سلسله ثلاثه الاعمده عفوا، واحد جوج ثلاثه، تنخلي سلسله وحده ونجي تاني لهاد السلسله اللي خليت قبل، ندير نفس الخدمه، يعني ثلاثه د الاعمده ثلاثه د الاعمده سلسله ثلاثه د الاعمده. لاحظتوا من بعد تنجي لهنايا فوق كل عمود غادي نخدم عمود، يعني عندي ثلاثة د الأعمدة غادي نخدم عليهم ثلاثة د الأعمدة، ها جوج ها ثلاثة، يعني وهاد الفراغ هذا نخدم فيه ستة كما العادة، ثلاثة د الأعمدة سلسلتين ثلاثة د الأعمدة، ها جوج ها ثلاثة، وندير سلسلتين ونخدم ثلاثة د الأعمدة تاني، واحد جوج ها ثلاثة. من بعد تندير ثلاثة سلسلات وندور العمل كما العادة، غادي نجي لهاد الفراغ هذا غادي نخدم فيه ستة الأعمدة، يعني ثلاثة الأعمدة سلسلتين ثلاثة الأعمدة، جوج هنا متتغيرش القاعدة، يعني تنبقاو طالعين بنفس القاعدة سلسلتين، ونعاود نخدم ثلاثة الأعمدة، العمود الثاني ثم العمود الثالث. لاحظوا هنايا هاد الأعمدة اللي عندي فوق كل عمود غادي نخدم عمود، ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة، يعني ستة الأعمدة اللي غادي يكونوا عندي هما هادوك. لاحظتوا شنو غادي ندير دابا، يعني في هاد المكان هذا في هاد الفراغ فاش خليت السلسلة وحدة غادي ندير ستة الأعمدة، واحد جوج، ولكن غنخدم كما العادة ثلاثة ندير سلسلة وندير ثلاثة، واحد جوج لاحظتوا ثلاثة. من بعد غادي نجي لهذا المكان هذا فين خليت السلسلة، حتى هو نفس الخدمة، يعني نفس الشيء، غنخدم ستة الأعمدة ثلاثة سلسلة ثلاثة. علاش تنخلي هاد السلسلة غير باش يبان لي المكان بالمنتصف، لاحظتوا من بعد تنجي لهاد السلسلة المهم منتصف ديال هادي، نخدم حتى هي نخدم فيها ست الأعمدة، لاحظتوا انا هنايا كملت عفوا، تنجي يعني تنخلي واحد ثلاثة ديال ثلاثة ديال الأعمدة، تنثبت العمل في الجهة الأخرى. لاحظتوا من بعد خاصني نرتفع
نرتفع يعني بعمود اللي تلعبوا لي ثلاث يعني ثلاثة ضربات اللي تلعبوا لي دبر عمود. انا اللي تنسات نبغي ندير غرزة متعلقة، تنسات ندير غرزة حشو. لاحظوا من بعد شنو غادي ندير، تنجي وسط هاد وسط هاد، لاحظوا مزيان وسط هادي تندير ستة الأعمدة. ثلاثة يعني دابا بلا ما نخلي هاديك السلسلة اللي تنخلي، نحطو تنجي لهاد، نحطو هنايا تنجي تاني لهاد المنتصف ديال هادي ديال الوسطانية يعني كذلك تاي تنخدم فيها ثلاثة ستة عفوا، ولكن الأعمدة الثلاثة الوسطانيين تندرو عليهم غرزة بيكو، يعني ستة غادي نخدمو العمود الأول والثاني، العمود الثالث غادي نديرو فيه غرزة بيكو. لاحظتوا غادي نجي للعمود الثالث حتى هو كذلك غرزة بيكو، العمود الرابع حتى هو، يعني ني شحال درنا هنا، درنا خمسة عفوا، دابا نديرو السادسة. لاحظتوا انا هنايا راه ستة الأعمدة اللي عندي، يعني ثلاثة الوسطانيين هما اللي بغيت ندير بيهم غرزة بيكو. يعني غادي ندير ربعة باش يجيني حسب وادك، أربعة يعني غادي تبقى لي وحدة 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 هادشي وحدة هادشي. لاحظتو دابا غادي نزيد وحدة، غادي نزيد العمود الأخير، ثم غادي نجي المنتصف ديال هاد التالتة هادي حتى هي نفس الشيء، غادي نخدم ستة الأعمدة. ثلاثة ونزيد ثلاثة، لاحظوا صافي. من بعد تنجي فوق كل عمود، غادي نخدم عمود تنكملوا هاد الاعمده كاملين اللي عندي هنايا، يعني فوق كل عمود تنخدم عمود صافي. يعني دابا الزوقه سالات، غادي نبداو ثاني من جديد. الحاجه اللي درنا هنايا نفس الشيء غادي نعاودوها في الزوقه الثانيه. لاحظتوا يعني في هاد الفراغ هذا تاني
لاحظوا مزيان في هذا الفراغ غادي نخدم 6 د الاعمده. هنايا نفس القاعده ما تتغيرش، يعني 3 د الاعمده سلسلتين 3 د الاعمده، ها جوج ها 3، ندير سلسلتين لاحظتوا، ونعاود نخدم 6 د الاعمده. ها جوج ها 3، لاحظوا الزواقه كي جات، لاحظتوا دابا يعني نفس الشيء. لاحظوا غادي نخدم غادي نبدا معاكم، غادي نخدم 3 سلسلات لاحظتوا، من بعد غادي ندور العمل، غادي نجي لهنايا غادي نخدم ثاني 6 د الاعمده، ست الاعمده اللي غادي نخدم، يعني نفس القاعده 3 د الاعمده سلسلتين 3 د الاعمده، ها واحد ها جوج ها 3، لاحظتوا غادي نخدم يعني دابا غنعاود العمليه، يعني غادي نخدم 3 د السلسلات وغادي ندور العمل وغادي نخدم 6 د الاعمده هنايا، لاحظوا مزيان نخدم 6 د الاعمده، ها 3 نديرو سلسلتين نزيد 3 يعني دابا فهاد الدوره هي اللي غادي نبدا فيها الزواقه، وغنخدم 3 ديال السلسلات وندور نفس الشيء، غادي نخدم 3 د الاعمده سلسلتين، انا هنايا تنسرع شويه لان هادشي راه وضحت لكم من قبل، لاحظوا انا هنا المهم نوريكم البدايه وانتم غادي تكملوا، يعني غادي تعاودوا الفيديو من الاول، تعاودوا تفرجوا هاد 3 السلسلات هي فاش غادي نبدا الزواقه، ونفس العمليه اللي درت هنا غادي ندير هنايا، يعني تتكون عمليه متكرره. هذا هو درسنا اليوم، وكما العاده تنقول لكم ما تنساوش بوضع لايك وتعليق والاشتراك في القناتين. كانت معكم ام سعد عبد الله.